طقس العرب في الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم المنخفضة مع 11 درجة مئوية، الملموس 10 درجات، نسب رطوبة عالية 90%، والرياح تكون خفيفة لمعتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ شمالا، إرب التفرق لبعض الغيوم المنخفضة 23 إلى 11، المفرق 24 إلى 12، جرش 23 إلى 19، أما عجلون 21 إلى 9. بالنسبة للمنطقة الوسطى، البلقاء 24 إلى 13، المأدبة 24 إلى 11، العاصمة عمان 23 إلى 12، الزرقاء 25 إلى 12، والبحر الميت 31 إلى 19. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك طقس صافي 20 إلى 11، الطفيلة 21 إلى 12، الشوبك 19 إلى 11، معان 25 إلى 13، والعقبة 31 إلى 19. بالنسبة للمنطقة الشرقية، رويش الطقس صافي 29 إلى 15، صفاوي 29 إلى 14، والأزرق 29 إلى 15. إلى اللقاء.